النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الزراعة تؤكد أن نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي تتخطى ما جاءت به وزارة التخطيط، والعراق وإيران يتبادلان رفات عشرات الجنود من حرب الثمان سنوات، وملف المغيبين سنوات دون وضع حلول للكشف عن مصيرهم. ومشاجرة طاحنة تؤدي إلى مقتل وإصابة 145 شخصاً في دارفور السودانية، ومقتل قاضيتين أفغانيتين تعملان في المحكمة العليا بنيران مسلحين، والمعارض الروسي أليكسي نافالني يعود إلى موسكو رغم التحذيرات.